بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعين قناة محبي خياطة وتفصيل، نتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله. اليوم بغيت نفصل لكم واحد السروال، هذوك السراول اللي كانوا مطروزين تقليديين. بالنسبة للثوب انتم كتاخذوا الطول اللي بغيتوه، هو اللي كتشريوه. العرض كيكون فيه متر ونص، انتم كتاخذوا الطول. انا هنايا خديت 80 سنتيم كما كتشوفوا. غادي ناخذ هذاك الثوب، هانتوما هذا راه متر ونص هكذا، غادي نحلو باش تشوفوا. غادي نطوي على الطول ديالو، يعني هذيك المتر ونص هي اللي غنطوي على جوج، ماشي الطول اللي انا شريت. وغادي نخلي هنايا هذيك 80 سنتيم هي اللي غادي تجي الطول ديال السروال. غادي ناخذ الثوب غادي نطويو على 4. بالنسبه لهاد السراول راه كيتلبسوا ستوندار. الا الاخت اللي كتكون عامره شويه راه كتزيد، كتاخذ اكثر من متر ونص، يعني تاخذ متر و80 جوج متر على حسب هي، وهي على حسب الفورمه ديالها. غادي ناخذوا هاد الثوب غادي نطويو على 4. بالنسبه لهاد الثوب راه ضروري كتكون فيهم التراجيله، يعني كتقادوا هذيك التراجيله اللي كاينه. بسم الله. بعد ما طويت الثوب هنايا على 4 غادي ناخذ 4 سنتيم ديال لاستيك. لحقيتاش هذا كيكون فيه غير لاستيك رقيق، ما كيكونش هذاك لاستيك يعني العريض. غادي نسطرها. هاد 4 سنتيم اللي خديتها صافي، ما غاديش نحسبوها، غادي ناخذوا العبار منها غادي نهبطو ناخذوا العبار، ما غاديش نحسبوا هذه حيت غادي تطوى غتمشي في لاستيك. هنايا غادي ناخذ العرض اللي بغات كل سيده، كما قلت لكم راه هو كيتلبس عريض. غادي ناخذ هنايا 32 سنتيم، غادي نهبط ب 34 سنتيم، غادي نسطرها. هنايا غير باش نسهل عليكم غادي تطلعوا ب 4 سنتيم، غير باش ديروا هذيك الخرطه بحال هكا باش تدوروها. يعني البنات اللي غيقولوا لي منين غادي ندوروا هاد الخرطه هادي، طلعوا غير ب 4 سنتيم هكا وقادوا. ما عرفتش واش كيبان لكم التراساج ولا لا، غادي نعاود باش يبان. وكناخذوا العرض ديال الرجل ديال السروال بالما، هادي على حساب الاخت، يعني ممكن تاخذوا 22 24 كما قلت لكم، راه هو راه كيتلبس عريض راكم عارفين. غادي ندير انا 22 سنتيم صافي، وكنسطر مباشره. هانتوما كما كتشوفوا، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. يعني هاد السروال ما فيهش شي حاجه اللي صعيبه، البصله ديالو ساهله. الطول راه كنخليوه كامل، بالنسبه للي بغات قصر من هكا غادي تنقص شويه من الطول، غادي تعبر هي القياس فين بغات. اللي بغات طول راه غادي تاخد على حساب الطول اللي هي بغات. دابا غادي نقطع. بسم الله. بالنسبه للعبار اللي ما قلتش لكم راه من الجهه المفتوحه غادي راه باينه، غير بالنسبه للبنات اللي عاد غادي يشوفوا القناه اول مره. هانتوما دائما كنفصلوا من الجهه المفتوحه. هانتوما كما كتشوفوا غادي نقاد من هنايا التراجيله. غادي نصايبوا ليه الخرطه ديالو.
بالنسبه للخرطه على حساب كل وحده والقياس القياس اللي بغاتها، اما كديرها كبيره اما صغيره. غناخذوا هاد الطرف تاع الثوم اللي شاكلينه كنطويو هكذا، هانتوما ردوا البال هاد شفتوا الثوم كنطويو هكذا على جوج، كنعاودو كنطويوه هكذا على اربعه. طريقه سهله، الثوم هكذا على جوج كنعاود كنطويه على اربعه صافي. وكنسطر عند القنت، شوفوا غادي نجيب السطيره من هاد البلاصه اللي عريضه وغادي نديها لهاد البلاصه لهاد الراس هذا بشكل مائل. غنسطر لكم بالاحمر باش يبان، شفتوها كيفاش جات نتوما. صافي هذه هي الخرطه ديالي، واللي بغات ديرها كبيره راه كديرها كبيره. شفتوها كيفاش كتجي؟ دابا ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه. بسم الله. من بعد ما فصلته وعطيته للطرازه درت فيه هاد الطريزات هادو، يعني غير طريزه خفيفه، ما بغيناش يكون عامر بزاف. غادي ناخد هاد الجهه على الوجه ديالها، وغادي ناخد الطرف الاخر حتى هو على الوجه ديالو. هانتوما كما كتشوفوا غادي نحط الوجه على الوجه على هاد الطريقه هادي. غادي ناخد هاد الطرف مع هاد الطرف الاخر وغادي نخيطهم بجوج. بسم الله. يعني الخياطه ديال السروال راه شي حاجه سهله، ما صعيبش في الخياطه. غادي نديرو لاغيتمو باش ما باش نثبتو الخياطه. غادي نخيطو غير جهه وحده كما كتشوفوا على هذا الشكل. ردوا معايا البال مزيان، هذه هي المرحله اللي غتكون تجيكم شويه صعيبه، ولكن غير ردوا البال. غادي ناخذوا هذه الخرطه هذه الطريف هذا، غادي نطويو على جوج، غادي نشدو النصف ديالو وغادي نحطوه فوق هذه الخياطه. غادي نخيطو من هنا من النصف، غادي نشد الخياطه من هنا من النص ونهبط ونعاود نخيط الجهه الاخرى حتى هي. نخيط الجهه الاخرى، هي راه كما قلت لكم ساهله، خاصكم غير تركزوا مزيان مع هذه الخرطه هذه. هانتوما كما كتشوفوا هنا لصقتها في هذه الجهه، غادي نلصقها غير في جهه وحده. خيطت هذه الجهه، خيطت معها الخرطه، دابا غادي نخيط هذه الجهه الاخرى حتى هي. هانتوما لقيت الجناب، دابا غادي نجي لهنا عند الطرزه، غادي نفتح هاد الثوب على جوج. شوفوا غادي ناخد هاد الرجل غادي نطويها على جوج، وغادي نمشي بالخياطه حتى لعند البالما ديال الرجل الاخرى. خياطه وحده وغادي تدوز فيها حتى الخرطه. الطريقه ديال الخرطه، الرجل الاولى لصقتها معاها هنايا، ودابا الرجل الثانيه غادي تلصق معاها في الخياطه مباشره. هانتوما شوفوا دابا ملي غنجي انا كنخيط غادي نلصق معاها الجهه الاخرى تاع الخرطه، هي هادي.
هانتوما غادي ديروها هنايا والنصف ديالها، وغادي تجيو نتوما كتخيطوا بشويه هانتوما. جيت بالخياطه من هنا ودزت على الخرطه ومشيت حتى للراس ديال الرجل الاخر. دابا غادي نقلب باش يبان لكم السروال. بالنسبه لهذا السروال الا بغيتوا ديروا فيه الطرز اللي فيه تشنيف، يعني ما غاديش تكفوه، غادي ديروا طرزه وغادي تشنفوه صافي، غيبقى داك التشنيف هو الديكور. انا هنايا ما درتش فيه الطرز ديال التشنيف، درت غير طرزه خفيفه. دابا غادي نكفف هاد البالمه، غادي نطوي هنايا واحد جوج طويات غير صغار. بغيتو ديروا غير الطويه تاع السورجي على هاد الشكل غادي ديروها، انا غادي ندير هكذا، غنطوي السورجي وغادي نعاود طويه واحده اخرى. صافي غادي نبقى كنطوي على هاد الشكل وكنخيط، يعني تكفي فرقيقه ماشي كبيره. غادي ندور على رجل ديال السروال كامله، هانتوما غير تكفيفه خفيفه. لحقيتاش انا غندير واحد الدريس هنايا في هاد الرجل تاع السروال، يا اما براندا ولا بالكروشي. دابا من بعد ما كففت هنايا عند الرجلين البالمو، غادي نكفف بلاصه لاستيك كما قلت لكم. يا اما غادي طويوها هكذا غير قياس السورجي، يا اما غادي ديروا جوج طويات، ولكن منين تبغيو تخيطوا غادي تبداو الخياطه، وملي تجيو تبغيو تكملوا الخياطه ما غاديش تكملوها حتى للراس، غتخليوا البلاصه منين غادي تدخلوا لاستيك الرقيق. لحقيتاش هاد السراول هادو كيبغيو غير لاستيك الرقيق، ما كيجيش فيهم هذاك لاستيك العريض. ثم غادي طوي الطويه الاولى صغيره والثانيه كبيره شويه باش لاستيك يدخل فيها. هانتوما كما قلت لكم دابا غادي تجيو حتى للراس هنايا. صافي غادي ديروا لاغيتمو هكا وغادي تخليو هاد البليصه هادي منين غادي يدوز لاستيك. وهذه هي الطريقه ديال الخياطه والفصاله ديال السروال ديالنا. كما قلت لكم هانتوما كما كتشوفوا هاد السروال راه كيتلبس تقريبا ستوندار، الا الاخت اللي كتكون شويه عمراء هي اللي كتاخذ شويه الثوب زيد، اولا اللي بغات الطول طول من هكا، يعني كاينه اللي كتبغي غير فهاد القياس وكاينه اللي كتبغي طول من هكا، هي اللي غادي تزيد تاخذ الثوب اكثر. نتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله.